كما تشاهد أخي وسام، تم ضرب الهدف بنجاح. هذا هو الهدف الأول، كان رأس هذه الموجة. هذه الموجة تم ضرب الهدف بنجاح، وهذه هي الأرباح كما تشاهد هنا. شكرا لك. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد في قناه العلم يعرف الكذب. كثير من الاخوه طلبوا مني تحليل عمله كاردانو، وساقوم بتحليل هذه العمله. لكن قبل البدء، ادعوكم الى الاشتراك في قناه التليجرام المجانيه، هذا هو رابطها، ساضع لكم في صندوق الوصف. القناه نضع اخر عروضنا، عرض دورتين بسعر دوره واحده، دوره تحليل موجي ودوره برايس اكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعه من المعلومات، كل ما تحتاجه لاحتراف اي سوق به متداولين. هذا هو الرابط الاشتراك اسفل في التعليقات، خذوه كاملا. هذا هو رابط الاشتراك، ساضع لكم اسفل في التعليقات، خذوه كاملا، انا الذي اجاوبكم مباشره في هذه القناه. كذلك نضع ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبيه، لاحظوا ما شاء الله، يعني ارباح قويه، 650%، 819%، يعني كذلك ارائهم، شهاداتهم، صوت وصوره كما تلاحظون. اذا يعني دوراتنا التدريبيه، فيديوهاتهم، وهم ياخذون صفقات، أرباح أرباح انطلاقا من الدورة التدريبية. لا نعطي لا توصيات ولا نصائح مالية ولا استثمارية، هم يدرسون ويذهبون ليطبقوا في الأسواق، وهذا شيء جميل وجميل جدا، وهذا ما نريد. نريد أن نطور متداولين محترفين. بالتالي يمكنك الانضمام إلى العائلة انطلاقا من الرابط، هذا الرابط الذي سأضع لك أسفل في التعليقات. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع beprowebtrader.com، beprowebtrader.com. في هذه المواقع هناك كتب مجانية يمكنكم تحملها، مثل الدليل الأساسي للشمال اليابانية للمبتدئين، فقط تضغط على إبداء مجانا، تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة وهذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع أنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تشاهد، تقارن، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا. طيب، عملة الأداء أو الكاردانو، ماذا لدي؟ كما قلت، بالنسبه للكاردانو كما تلاحظون لدي موجه دافعه، لدي موجه دافعه اساسيه، ياتي الموجه 1 2 3 ثم عاد السعر بقوه. عندما راينا هذا النزول وهذا الصعود لكسر القمه، قلنا لا 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 لا، هناك نزول على الاقل يعطيني راني انفلات قبل الصعود، او حتى اكسباند انفلات قبل الصعود. هو الان اعطانا هذا النموذج الذي هو اكسباند انفلات للصعود، جميل جدا. بالتالي هناك من سيتداول تريند لاين، هذا التريند لاين هكذا، وهذا التريند لاين اذا قمنا بوضعه هكذا فهو تريند لاين صحيح، لكن سيكون فقط من هنا الى هنا اخر موجه. ياتي الموجه، لاحظوا ياتي الموجه هكذا. اذا صعدت هنا، من الناس التي تتداول تريند لاين سيحتاجون ان يكسر ثم يصحح هنا اذا ارادوا الصعود، اذا ارادوا توقع الصعود الى، اولا الى كسر القمه اي مستوى $3، ثم الى مستوى ال 127 في بوناتشي اكستنشن اذا لم تكن تتوافق مع $3. لنرى، اوب، نعم تلاحظون هي تتوافق مع $3، بالتالي سيكون الهدف الثاني هو 3.97 تقريبا $4. تداول الهدف الثاني للصعود، هذا بالنسبه للناس التي تتداول تريند لاين، يجب ان يكون هناك تصحيح ليس فقط صعود. طيب لنرى نحن الذين نستعمل المنطق، ما الذي لدي، ماذا لدينا؟ طيب لاحظوا معي، إذا لدي هذا التصحيح هو أكبر تصحيح، إذا موجود دافعة تصحيح، ثم موجود دافعة ثم تصحيح، كل هذه الأمور كنا توقعناها، ثم موجود دافعة ثم تصحيح صغير ثم موجود دافعة. أوكي، إذا بالنسبة لي أنا بنية الكاردانو بصراحة هي مكتملة. هل هناك دايفرجنس؟ لنرى، نعم بدأت تتشكل لدينا دايفرجنس. آخر موجة هي هذه الموجة الأخيرة. أوكي، إذا سأزيل هذه الخطوط حتى نرى أكثر. إذا أحتاج أن أضع المناطق المهمة بالنسبة لي التي بعدها سأتوقع صعودا، عفوا سأتوقع الصعود. إذا سأكبر بعض الشيء هكذا. إذا لدي هذه الموجة، لاحظوا موجة تصحيح ثم موجة، لدي نقص في الزخر. المنطقة بالنسبة لي منطقة مهمة جدا، هي المنطقة منطقة تمركز الأموال. منطقة تمركز الأموال ستحدث في هذه المنطقة، يعني أحتاج إلى حركة قوية. هذا إذا كنت في، لننزل هذا في فريم اليومي، فريم اليومي إذا صعد السعر وارتد بنسبة 100% من آخر الموجة ثم صحح، هذا يقول لي صعود. لكن أحتاج أن أنزل إلى فريم 4 ساعات حتى أرى أكثر وبتفصيل. أوكي، إذا
نحتاج نعرف فقط ماذا لدي. إذن هذه الموجة، هذه الموجة هي على شكل 1 2 3 ثم expanding flat ثم نزول قوي ثم صعود ثم نزول قوي. إذن هنا ربما نكون في منطقة مهمة كذلك، لأن هي منطقة تمركز أموال. لاحظوا معي سأكبر بعض الشيء. هذه المنطقة توافق آخر موجة، لكن المشكلة لدي هو الصعود القوي، أحتاج إلى إغلاقه، لم يغلق. هل هو هذا الرنين فلات؟ هل هو هذا الرنين فلات؟ ربما يكون هذا الرنين فلات، بالتالي لدي موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة. أوكي، إذا قد يكون هذا الرنين فلات. طيب، إذا منطقتي المهمة التي سأنتظر بعدها منطقة تمركز الأموال هي هذه المنطقة. تلاحظون هذه المنطقة هنا هكذا، أن يتم الكسر ثم يكون لدي نطاق ثم كسر للنطاق بقوة أصدقائي. لنرى ماذا لدينا على فريم الساعة. تلاحظون لدينا هذا النموذج، لاحظوا صحح ثم كسر لكنه عاد. هذا نطاق، تلاحظون هذا نطاق، هذا اختراق كاذب. إذا هذا هو نطاقي. ماذا أحتاج أن أرى؟ أحتاج أن أرى حركة قوية تكسر بقوة، ولكن شريطة ألا تكون هناك ديفرجنس. إذا هذا بالنسبة لي أنا نطاق قوي، جميل جدا. إذا يمكن أن أتابعه على فريم 4 ساعات، سيكون أفضل وأوضح. هل لدي ديفرجنس على فريم الساعة؟ تلاحظون ديفرجنس، بالتالي يجب الحذر، يجب الحذر كما فعلنا بالنسبة للبيتكوين. إذا ماذا أحتاج؟ أحتاج أن أرى حركة قوية تكسر، لأن هناك احتمال كبير أن يعود الكاردانو من هنا. هل هناك احتمال أن يعود الكاردانو ليكسر القاع؟ ممكن، حتى تغلق هاتي هذا التصحيح. إذا لم يكن هذا هو لكن أنا أتوقع أن هذا هو هذا الرني فلات، بالتالي لا أظن ذلك، لكن ممكن يكون هذا تصحيح. لاحظوا يكون ريجولر نموذج راية هكذا لكل هذه الموجة. لاحظوا لكل هذه الموجة، موجة دافعة ثم تصحيح لنزول أخير قبل الصعود، بالتالي يجب الحذر. إذا أنا الآن في منطقة مهمة، هل هناك زيادة في الزخم؟ لنرى، أحتاج أن أرى هل هناك زيادة في الزخم أو نقص في الزخم. سأعيد، أحتاج أن يكون الأمر مضبوطا 100%، أحتاج أن يكون الأمر مضبوطا 100%. لنرى تساوي في الزخم، أظن أنه أحتاج أن يكون الأمر مضبوط شيئاً ما. الأمر صعب ويحتاج دقة كبيرة جداً. لا أظن أن هناك نقص في الزخم، أظن هناك نقص بسيط في الزخم، بالتالي هذا النطاق لا يهمني أصدقائي، لا يهمني هذا النطاق. إذن لا يهمني، لا تهمني هذه المنطقة، المنطقة خطيرة جدا، لا أستطيع التداول فيها. أين يمكنني التداول؟ يمكنني التداول عندما يصعد الكاردانو إلى هنا، عندما يصعد الكاردانو إلى هنا ثم يصحح، يعني يصعد إلى منطقة $1.115 ثم يعطيني تصحيحا مساويا لهذا التصحيح، حتى نقول WXYXZ أو أكبر من هذا التصحيح. لاحظوا الدقة التي أريد أن أرى تصحيحا مساويا لهذا التصحيح هكذا، أوب هنا، أو أكبر منه، لكي أقول أن الكاردانو أو عملة الأعداء هي للصعود إلى أين؟ إلى كسر القمة كهدف أول، ثم إلى كسر القمة كهدف أول، ثم إلى مستوى $4 أي $3.95 كهدف ثاني. تلاحظون كهدف ثاني. طيب، هل هناك منطقة أخرى تكون جيدة غير هذه المنطقة التي حددناها، التي هي هذه المنطقة؟ هناك منطقة أخرى، ما هي هذه المنطقة؟ مهمة جدا هذه المنطقة، لاحظوا هنا كذلك مهم جدا. يعني إذا فاتتك الفرصة هنا، يعني إذا صعد الكاردانو وصحح، هذه فرصة رائعة لأنها ستكون منطقة تمركز أموال للصعود. إذا صعد وصحح مرة أخرى، كذلك هذه فرصة رائعة هنا، أو هذه منطقة رائعة لتوقع الصعود، لأن هذه آخر موجة، وهذه الموجة ستلعب دور الجدار. حتى لو كان هناك نقص في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، هذه الموجة ستلعب منطقة دور منطقة جدار. عند تجاوزها خلاص انتهى الأمر، و
الكاردانو قد يصعد بقوة، تلاحظون؟ بالتالي هذه هي المناطق التي أتوقع فيها يعني أن نبدأ بتوقعي الصعود. هذه المنطقة، لنقل هذه المنطقة كمنطقة أولى، ثم بعد ذلك هذه كمنطقة ثانية. لكن أفضل إذا أتيحت لي، يعني أفضل يعني إذا صعد السعر من هنا وصحح هنا، هذا جميل جدا، هذه آخر موجة على فريم 4 ساعات، إذا هذا ارتداد بنسبة 100% ثم تصحيح، وسيصبح، لاحظوا، وسيصبح هذا هو نطاقي. لاحظوا هذا اختراق كاذب، أنا أريكم طريقة قوية لتحديد النطاق. لاحظوا، أشارك معكم بعض الأسرار التي لن يشاركها معكم أحد. لاحظوا هذا هو النطاقي. بالتالي نحن الآن سنعود ربما إلى النطاق، إذا لم يعد السعر يكسر القاع، قد إذا عدنا إلى النطاق فهذا نحتاج فقط إلى تصحيح هنا ثم كسر قوي لهذا النطاق، وهذا هو صعودك. هذا اختراق كاذب، هذا اختراق كاذب، هذا اختراق كاذب، وستبقى الحرب في هذه المنطقة، دائرة في هذه المنطقة، ثم بوم، أي حركة قوية، هذا يقول لنا هذا هو النطاق، تلك الحرب، استفاق البيج بوي، لأن النطاق هو حرب بين المشترين والبائعين. عندما يستفيق البيج بوي خلاص السعر يطير ولن يترك لك فرصة، السعر يطير ولن يترك لك فرصة إذا أردت الدخول. لأنه لاحظ مثلا هنا، هذا هو النطاق، هذا اختراق كاذب، هذا اختراق كاذب، لاحظ الحرب هنا، الدائرة بين المشترين، ثم بوم يطير، هذا ما نريد هنا. لذلك لكي ألخص، نحن في منطقة خطيرة بالنسبة للكاردانو، هي هذه المنطقة، هذا منطقة نطاق. إذا عادت الكاردانو، هذه العملة، إذا عادت إلى هذه المنطقة هكذا، ثم رحضنا كسرا قويا، شمعة مومنتوم قوية، هذا يقول لماذا الصعود إلى أين؟ أولا إلى مستوى $3.10، ثم إلى مستوى $3.95. إذا أصدقائي، كان هذا هو تحليلي لعملة الكاردانو. إذا أردتم احتراف هذه الطريقة، لأن هناك أسرار وأسرار كثيرة لا يمكن التطرق إليها فقط في فيديو في 10 دقائق، ما عليكم إلا استغلال العرض دورتين بسعر دورة واحدة. هذا هو الرابط الذي أشاركه معكم، خذوا الرابط كاملا، هذا رابط تليجرام. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم لا أقل ولا أكثر، لا تنسوا أن تفجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم سفل الفيديو، ادعموا القناة، موضوع زر انتساب مكتوب عليه جوين أو للالتحاق، اضغطوا عليه والتحقوا ب، كونوا من العائلة الداعمة. هناك عائلة غير داعمة فقط تستفيد، وهناك عائلة يمكن أن تكون داعمة وتكون مميزة أكثر وأكثر في المستقبل. اضغطوا على زر الانضمام أو جوين لتكونوا داعمين لنا القناة ومنتسبين إليها إن شاء الله. لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.